مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم فنان الراب كادوريم يخرج ويوجه رسالة القيس سعيد. رسالة كانت مباشرة القيس سعيد رئيس الجمهورية انه يستحق اي حاجة فيما يخص اللقاح اللي باش يجيبه لتونس بالمال ولا بالمعارف، انه كادوريم باش يتدخل في اي وقت، جيست رئيس الجمهورية يعطيه معناه لوكي وهو يجيب اللقاح في اي وقت، وكما قال كادوريم ان شاء الله حتى غدوة. والكلام كان واضح اللي قالوا كادوريم رئيس الجمهورية، قالوا انا ما عنديش ثقة في العباد اللي باقي تخدم في مجلس النواب واللي شاد الكراسي، عندي ثقة كان فيك انت يا رئيس الجمهورية، ولازمتنا نوقفوا لبلادنا ونوقفوا المواطن البسيط ونحطوا اليد في اليد باش نجيبوا اللقاح للمواطن اللي كل 20 دقيقة باقي يتوفى واحد، وباقي معنا عدد الوفيات تكثر اكثر من قبل. وكانت رسالته واضحة كادوريم رئيس الجمهورية انه يتدخل قيس سعيد ويجيب اللقاح، ولا يخلي كادوريم بمعارفه بفلوسه ويصحح له معناه يعطيه لوكي قيس سعيد وهو يجيب اللقاح للمواطنين.